تشك. انت 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 الله يبارك فيك، مبروك. تشك يا بابا. علي مبروك يا علي، مبروك يا علي. الله يبارك فيك يا عم. مبروك يا حبيبتي. تشك يا ربنا يخليك. واخده اغلى حاجه في عمري يا حبيبتي. هي خالتي فتحية فين؟ زمانها جاية ما تقلقيش، بس أنا عايزاكي تفرحي وتتبسطي وتحكي بقى، ده يوم فرحك. خلي بالك منها يا حبيبي، ده أنا بموت فيها. حبيبي مبروك يا عريس. طيب أرجع. شكرا. مبروك يا علي. اهلا وسهلا. مبروك. الف مبروك يا سمير بيه. الله يبارك فيك. عامل ايه؟ خير خير. الف مبروك. الله يكرمك. انت عالي. ربنا يخليك يا سلام وعقبالك. بقول لك ايه؟ على فكره بيت سامي زي جدعه قوي، بتحبك. ربنا يخليك. ربنا يوفقك. اهلا وسهلا. نورت. يا حسني اهو. عمال يسكر تحت. في الحمام بيسهر. اه في الحمام. الحمام. طب كلمه بالمجنونه ده علشان لازم نطلع مع اصل البيت. البنت لوحدها غلبانه. انجز. صح. يلا. الو اطلع يا ابن السكرانه، خلينا نهيص البيت شويه بقى. يلا سلام بسرعه. شكلك مش مبسوطة. في ايه؟ لا مبسوطة، بس قلبي واجعني على البيت تميم. اه تميم عندك حق والله. طب تحبي نمشي؟ طب وعلي؟ انت عايزة ايه بالظبط؟ انت هتجنني معاك يا ست ولا ايه؟ انا عايزاهم كلهم حواليا، مش عايزة حد فيهم يسيبني. ربنا يخليك لينا كلنا. بصي احنا هنستنى 10 دقايق لحد ما ابويا يطلع يسلم عليها وهاخدكم ونمشي. طيب ماشي يا حبيبي. يا ابو سلام. بقول لك ايه؟ جبت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ خاتم انما ايه؟ يا رب يعجبها، تحفه. على فكره زوجك يجنن. على كده بقى عجبك؟ اكيد عجبني. انا اشتريته ليه؟ طيب اديني ايدك. اديني ايدك، بتبص لي ليه؟ سلمى تقبلي تتجوزيني؟ على فكره أنا كنت عارفة إنك هتعمل كده، عشان كده جبت لك الخاتم.
يا باشا امال ايه؟ هنجيب واحده ثانيه؟ باشا ايه بس ده انت اللي باشا. بص يا ستي كده هنا يبقى في 2500 وادي 800 وفي 3 على فكره الرقم مش هيبقى كبير ممكن ندبره سهله يعني. طب الحمد لله. هتعد ايه ده؟ في ايه؟ السويد ده؟ انا عارفه جاي منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده من عند بيت خالتي فتحيه. يا لهوي خير يا رب تعالى ما نشوف فيه ايه. استني استني انا جاي وراك. خالتي يا خالتي افتحي يا تميمه. يا تميمه افتحي يا لهوي افتحوا. في ايه يا خالتي؟ في ايه يا ولاد؟ مش عارفه أستغفر الله العظيم.